مساكم الله بالخير أيها الأحبة، حياكم الله معنا، ودائما نسعد بهذا التواصل معكم وهذا اللقاء في برنامجكم. واليوم إن شاء الله حلقتنا ستكون عن الحجامة. طبعا جاء في الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. وطبعا السؤال، وسوف نعرف بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة، تساؤلات كثيرة عن هذه الحجامة تتكون وما هي فوائدها، كل ذلك إن شاء الله وأكثر سوف يجيبنا عليها ضيفنا الفاضل الأستاذ علي دشتي، الباحث والمعالج بالطب التكميلي. خلكم معنا. تعتبر الحجامة عملية طبية تقليدية تستخدم في عدة ثقافات، وتقوم عادة بإزالة الدم الفاسد من الجسم من خلال إنشاء شفرات صغيرة على الجلد وسحب الدم عبر استخدام أدوات خاصة. وعندما نستعرض تاريخ الحجامة فهي تعود إلى آلاف السنين، وقد تم ممارستها في مختلف الثقافات من أجل العديد من الأغراض الطبية والصحية. وتشتهر الحجامة بالعديد من الفوائد، بما في ذلك تحسين الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة. وتستخدم أيضا لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية مثل آلام الظهر والصداع والتهاب المفاصل. ويجب مراعاة النصائح الطبية قبل اللجوء لعمل الحجامة عن طريق المشورة الطبية لتجنب أي أعراض جانبية. يا هلا فيكم أيها الأحبة، رجعنا معكم من جديد، وأرحب بضيفي الفاضل الأستاذ علي دشتي، الباحث والمعالج بالطب التكميلي. حياك الله أستاذ علي، وسعداء بلقائك. يا هلا ومرحبا. حياك الله. صار عندنا معك الحلقة والحديث عن الحجامة، لكن نبدأ معك خلينا نقول نعمل تمهيد تاريخي بالحديث عن تاريخ الحجامة وأصولها إذا تفضلت. تمام. نعم. بالنسبة للحجامة الآن، مهما نلاقي مثلا في الكتب في المواقع تحديد تاريخ أو حقبة معينة، ما راح نقدر نتحقق من مصداقية هذا الكلام، لأن الحجامة موجودة منذ الأزل. يعني إذا بتتكلم عنها موجودة منذ وجود الأنبياء عليهم السلام، موجودة في الحضارة الصينية اللي صار لها على أقل تقدير 5000 سنة قبل الميلاد وعندهم الحجامة، فيما بعد يت الحضارات الأخرى مثل حضارات الهند، فيما بعد حضارة العرب والطب الإسلامي. ف شايف من حقبة لحقبة تبدأ تتطور تتغير. موجودة. موجود. ممتاز. موجود. طيب، هل احتجم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ أكيد احتجم النبي، لولا أنه ما احتجم ما خبر الناس عن الحجامة. نعم. فأكيد ما راح خبر الناس يوصيهم إلا أنه كان يقوم في هذا العمل. طيب، ما هي المواضع التي احتجم فيها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ تمام. على اختلاف الروايات والأثر المنقول عن النبي، إلا أن الأشهر بأن النبي الأكرم احتجم في منطقة اليافوخ أو يسمونها المغيثة، في منطقة الأخدعين، في منطقة الكاهل أسفل فقرات الرقبة وما بين لوحين الكتف وعلى ظهر القدم. ممتاز. طبعا هنتكلم بعد شوي عن هل هناك أماكن محددة ينبغي تكون فيها الحجامة والأمور هذه، لكن نتكلم قبل هذا عن يعني فوائد الحجامة. هل تحتاج إثبات، يعني الناس تثبت هالشيء، ولا هذه أمور بديهية أن لها فوائد أستاذ علي، وما هي فوائد الحجامة؟ تمام. كانت تعتبر الحجامة آنذاك وفي الزمن القديم من المعالجات الشعبية. أصبحت اليوم الحجامة ليست من ضمن وسائل العلاج الشعبي، وإن كانت هي من العلاج الشعبي أكيد المتداول شعبيا في كل الحضارات، إلا أن اليوم انتقلت إلى الصبغة الأكاديمية. اليوم الحجامة موجودة في المستشفيات، اليوم الحجامة موجودة في مراكز العلاج الطبيعي، اليوم الحجامة موجودة في جميع قطاعات الرعاية الصحية، فما تقدر أنت تحدها في تراث أو كلاسيك موجود معين في الطب الشعبي. نعم. اليوم تدرس أكاديميا الحجامة وتستخدم، وأعتقد أن الكل يعرف أن مراكز الطب البديل تقوم فيها ومركز الطب الإسلامي موجود يقوم فيها، وكلهم تابعين لوزارة الصحة. بالضبط. نعم. إذن أستاذ علي، أيضا نتكلم هل هناك شروط، خلينا نقول يعني يفترض أن يكون المختص بالحجامة يعني يكون متوافر في هذه الشروط، شروط صحية؟ تمام. قبل احنا نقول ان الحجامة عند المعالج الشعبي، المعالج الشعبي بطبيعة الامر ناس يشوفون من الانسان الورع
السن، التكان، الرزين، فيتوجهوا له. اليوم الحجامة إذا بنتوجه له لمحتجم معين أو حجام معين في محتجم يبي يقصده، راح يسأل عن سيرته، راح يسأل عن توجهه، راح يسأل عن هل هو فعلا اليوم دارس حجامة. قبل احنا نسأل آدمي ولا مو آدمي، اليوم نسأل هذا دارس حجامة ولا ماخذها ولا متعلمها من النت مثلا ولا كذا. لا، اليوم في دورات كثيرة تقام للحجامين، جمعية الطب البديل الكويتية تقيم دورات جدا جميلة وجدا تخصصية في هذا الأمر. المجال في تعلم الحجامة أصبح مفتوح للكل، فالكل حتى يقدر ينتقل وياخذ هذه الدورات، ما أبي أقول أكاديمية لكن أصبحت شبه أكاديمية لأنها تقدم في مراكز معتمدة عالميا، فممكن لما يحصل على الشهادة ويرجع يشهد له بممارسة هذه النشاطات. فعلا في ناس تخرجوا من عن طريقكم وهالمراكز هذه واصبحوا فعلا حجامين يعني متمكنين فيها في هالجانب. اي نعم، موجودين جمعيه الطب البديل الكويتيه دوريا تسوي هذه الدوره بالاخص الحجامه لانها مطلوبه. بالضبط، وتراثنا احنا في الكويت معروف في الحجامه. صحيح. فاصبحت المساله ان ليش ما نحتضنهم ونحتويهم ونعطيهم هذه التعاليم والاسس الاكاديميه واللي تنفعهم، لان مهما تكون انت خلينا نقول متوارث هذه الشغله بالضبط. او مكتسبها من اطلاعك من ثقافتك إلا ما يكون هناك نواقص، بالإضافة أن احنا لازم ندخل عليها المستجدات في هذا الزمن. تتعرف مرينا في فترة كورونا ومرينا في فترة كذا. صحيح. واليوم يمكن نمر في فترة ثانية. بالضبط. فالاحترازات هذه كلها واجبة. صحيح. الاحتياطات، الأمن والسلام، هذه كلها واجبة بالأخص في الحجامة، لأن أنت قاعد تتعامل مع جسد، قاعد تتعامل مع دم. جميل. نعم. فأنت محتاج هذه الوقايات بشكل نعم. كبير. طيب يعني أستاذ علي، فمن كلامك أن عملية التأكد من أن هذا الشخص اللي يسوي الحجامة شخص متخصص بالحجامة وأيضا دارسها بشكل علمي، هذا أمر يعني مهم جدا جدا. طبيعي، عندك اليوم طريقتين في أنك تتأكد بأن هذا فعلا حجام. طريقتين. خلينا نقول أولا الشياع المشهور عنه. بالضبط. هل هذا الإنسان معروف ولا مو معروف؟ صحيح. طيب منو مرضاه؟ إيش كثر مرضاه؟ إيش كثر صار له؟ صحيح. هل يشهدوا له الناس من حوالينا؟ هذا شيء يؤخذ فيه. أي عند بعض العفو سيد علي، بعض من يشتهر بالأمر هذا، إذا كنت توافقني تصلح المعلومة، أنت مشروع متخصص، بعضهم مش دارسها علميا، بعضهم مشهورين فيها من خلينا نقول أخذها بجانب وراثي مثلا. صار مرد على جانب هذا بشكل علمي يعني. صحيح، وإن كان ما أخذها بجانب وراثي، لكن خلينا نقول الحجامين القدامى عندهم وزن وثقل من العلم. يا سلام. اليوم الحجامين الحديثين ممكن ماخذينها خلينا نقول تجاريا أكثر ما أن هي خدمة مجتمعية. تمام. فحتى القبل ترى حتى لو كان ماخذها بشكل ذاك، عنده جانب علمي موجود، عنده جانب علمي. حتى التوارث عندهم كان بأصوله بشكل يلقن بطريقة جدا قاسية حتى يتعلم، لأن أنت تحت يدك روح كذي يعلمونه، ولا ما كان بهذا الشهرة وهذا الشيوع ما شاء الله وهذا انتشار. لذلك الحين عندنا المشاع عنه، والطريقة الثانية هي مسألة الدراسة. لذلك تبنت جمعية الطب البديل الكويتية هذه الدورات، حتى من عقب ما يخلص تعمل لهم مثل حفل تخرج وإشهار بأن فلان حجام اجتاز المراحل النظرية والعملية فيعتمد عليه. يعني طريقتين، إنه شيء يكون شخص مشهور ومشاع ومعروف الكل يروح له مجرد خلينا نقول. الشغله الثانيه يكون عنده شهاده، هذه تاكد تقول وين شهادتك. حتى لو ما عنده شهاده، اذا كان من اهل الشياع بعد ما تقدر تقول له شهاده. لا انا الشياع خلطت منها مشهوره. اتكلم الطريقه الثانيه تاكد من هذا الشخص. اي لان ما شاء الله صاروا وايدين. وهذا مو شيء سلبي يعني، بالعكس هذا شيء صحي اذا كان في عمليه تنظيميه لهذا الشيء. ممتاز. طبعا اسلم انك تروح لمركز طبعا يعني معروف. طبيعي. هذا أكيد. اسلم لك اكيد اكيد. طيب بالنسبه ايضا لطرق الحجامه استاذ علي، هل لها طرق مختلفه ومتنوعه؟ طرق الحجامة كثيرة وتتعدد وتختلف من حضارة لحضارة، من دولة لدولة. الحجامة في الطب الهندي مثل ما يقولون تختلف عن الحجامة في الطب الصيني، تختلف عن الحجامة. كل ثقافة حجامة خاصة في العربية. هي حجامة بالنهاية هي شفط الدم. بالضبط. أو إخراج الدم من الجسم، لكن تختلف من حضارة إلى حضارة، ممكن تتعدد تكنيكات أو أساليب أو وسائل عمل الحجامة. ما بين شخص وشخص، ما بين حضارة وحضارة. ما بين مثلا خلينا نقول دكتور ودكتور، لأن الدكاترة عليهم في العلاج الطبيعي حتى يستخدمون الحجامة، سواء للوقاية، سواء للعلاج، سواء لتحفيز شغلة معينة. بالتالي الهدف واحد عند الكل، إخراج خلينا نقول هالدم. أكيد. أنت تشوف بعد هالأيام اللاعبين إذا عنده بطولة، عنده تجهيز لبطولة، تلاقي عنده برنامج في الحجامة بشكل دوري،
لأن ما شاء الله أصبحت الحجامة أيضا حتى الجانب الرياضي وتستخدم كل أنواع التحفيز ما شاء الله. طبيعي، لا طالما أن الحجامة تطورت إلى مستوى أن يكون في هناك دراسات وأبحاث ودورية وتجدد وتطور، فأعرف أن هذا المجال مجال جدا كبير. طيب دام ذكرت دكتور أستاذ علي مسألة أن الدكاترة عندهم ما شاء الله طرق متنوعة وتختلف في اختلاف الثقافات والحضارات، هل أيضا تختلف خلينا نقول الأدوات المستخدمة في الحجامة أيضا تختلف في ذلك؟ أي طبيعي، بس مو بشكل كبير يعني، ممكن كشكل يعني مثلا في الحضارات شو المواد المستخدمة في الحجامة؟ أي في الحضارات القديمة ممكن أن راح تلاقيهم الحجامين يستخدمون شيء من الخشب، الحين هذا خشب الصنوبر يستخدم في الحجامة، في بعض الحضارات مثلا هذا يستخدم في الهند، في الصين مثلا يستخدمون خشب البامبو. ممتاز. تمام، كان عند العرب قبل يستخدمون قرون المواشي الله يكرمكم، صحيح. كان مع الوقت يستخدمون، لما تطور صار عندنا البلور أو ما نسميه الزجاج اليوم. بالضبط. طيب تطورنا مع الوقت، هل الزجاج هذا اليوم ينفع أنا أسوي فيه حجامة دم وبعد شوي أغسله وأحطه حق واحد ثاني؟ هذا الأمر جدا صعب. غرفة العمليات وهي غرفة العمليات على مستوى جدا عالي من التعقيم والتطهير هم ينخاف منها. فما بالك أنت قاعد تغسل غلاس بيدك وأنت غير ملم في هذه الأمور. هذه يحتاج لها مثلا أجهزة معينة. صحيح. حرارية إشعاعية، يحتاج لها مطهرات من نوع، وأحيانا تحصل ضعفات بعد العملية بسبب انتقال خلينا نقول بسبب أداة أو شيء. طبيعي. لذلك تشوف الحجامة اليوم الاهتمام فيها على مستوى جدا عالي، حتى المركز اللي يكون راح يقدم خدمة الحجامة لازم يكون معتمد من وزارة الصحة. صحيح. تمام، فهذا ما يستخدم، هذا أصبح من الماضي في الدم. ممكن استخدمه في خلينا نقول حجامة الهواء أو كاسات الهواء، ما راح ينتقل في شيء. صحيح. لذلك اليوم كان يستخدم قديما، وما زال يستخدمونه في كاسات الهواء، بس ما يستخدمونه في الدم لأنه يصعب تطهيره وتنظيفه وتعقيمه. الآن أصبح في موجود عندنا مثلا هذه العلبة وغيرها من علب اللي هي الكاسات البلاستيك اللي ذات استخدام واحد، خلاص تنفتح جديدة حق مريض ويستخدم يتخلص منها، يا ياخذ الباجي يا يتبرع فيهم للمكان اللي يسوي، حتى تضمن سلامة مريضك، أنت مسؤول عن هذا المريض عندك. ممتاز. طيب أيضا هل هناك يعني أدوات تستخدم في الحجامة غير الأشارة الأستاذ علي، غير الكاسات الهواء وأيضا البلاستيكية حق الدم؟ أي تختلف عاد من مكان لمكان، في ناس يحبون إذا حاب تورينا يعني، إذا حاب توريك بعد براحتك. في ناس يحبون يستخدمون المشارط اليوم. مثلا الصينيين، لأن الصينيين بدأوا حجامتهم فيما يسمى بشوك الخوخ أو نبات الخوخ لأشواك معينة، فكانوا يأخذونها لأن المسألة بدائية ويستخدمون في عملية الوخز نفسها، الوخز نفسها وأحداث الثقب. اليوم الصينيين تطوروا شوي، قاموا يركبون أبر اختبار السكر في أقلام معينة بعدد معين، يعمل هذا القلم على الكبس، يعمل نوع من الاهتزاز على أساس يسوي لك تشتيت بالتركيز في الألم. ممتاز. فنسبيا ما راح تحس بالألم وراح تحس بالوخزات. فالصين آخر ما توصلوا له ولا في بعده شيء؟ هذا الصينيين الحين متعودين على الوخز، ما يستخدمون التشريط، طريقة الأبر والوخز اختصاصهم وتمكنين بالجانب، فهم يستخدمون الوخز ما يستخدمون التشريط. ما زالت الحضارة أو الطب الهندي والطب العربي يستخدمون التشريط، وفي بعد الآن من الطب العربي يستخدم مسألة الوخز بالأخص حق اللي عندهم سكر. تمانتي تقدر تشرط، خصوصا اذا كان الحجام توه ممارس. بالضبط. او مو صاحب خبره، فصعبه عليه انه ما يقدر يعمق او ياخذ نسبه معينه. صحيح. او قدر معين، فالامن له انك تستخدم هذا الشيء. بعض المرات احنا نحتاج هذا اللي هو ابر اختبار السكر يحطونها في الاقلام. بعض المرات تيك بنت حق الحجام مثلا عندها طفح في وجهها مثلا. صحيح. عندها شيء معين تحتاج ان تحجمها في وجهها، هل راح تحجمها في المشرط؟ راح يطلع شكلها من بعد الحجامه جدا شك. ما هو طيب. لا شك. لكن هذه من بعد الحجامه بربع ساعه ما يصبح لها اثر. يا سلام. وحققت نفس الغرض اللي انت تبي. بعض المرات ما في اثر نهائيا على البشره ابدا ابدا. يعني ربع ساعه وانتهى الموضوع، ما في اثر، ما في اثر وخز ولا ما في اثر. يا سلام. هذه حقت سكر، مالت اللي عندهم سكر، اللي عندهم سيوله الدم، اللي عندهم الجلدية مثلا، على اساس تحفظ صحة مريضك عندك. ممتاز. اليوم يتوجه خلينا نقول الطب البديل إلى التقنيات الحديثة، وبدأ يستخدم أجهزة الفاكيوم بدل ما أنه هو يستخدم مثلا المقبض مال الحجامة اللي يسحب فيه. ممكن يستخدم الأجهزة هذه
يقدر يسوي فيها عملية المساج أيضا الفاكيوم أو السحب الهواء أو أنه يسحب قدر معين على الجسم ثم يرفع هذه فيبقى الكاس معلق في الجسم إلى حد ما أنت إيش كثر تبي. تبي تستخدمه حق إخراج الهواء والرطوبة من الجسم أو تبي تستخدمه حق حتى إخراج الدم. ولا تنسى مثلا عندنا المعقمات من بعد الحجامة، عندنا نوع ثاني من المعقمات جلافزك لازم حاضر، كمامك لازم حاضر، مو لأنك حجام ومتمكن فأنت ما تستخدم كمامك، هاي ضروري لك أنت لصحتك. إذا أنت ذكرت الحين الشروط اللي واجب اتخاذها من قبل الشخص اللي يقوم بالحجامة نفسه طبيعي الحجام طبيعي. لكن خلينا نقول الشخص اللي المحتجم نفسه شنو الشروط اللي لازم يعني يعملها قبل الحجامة أستاذ علي؟ كل الشروط اللي يجب أن يقوم فيها المحتجم ما قبل الحجامة وبعد الحجامة هي إجراءات احتياطية. لحفظ صحتك وسلامتك، ليست إلزامية. ما نبي نقول إلزامية إلا للي عندهم أمراض معينة. تمام. فخلنا نقول من جملة الأشياء المستحبة أو الأشياء المفضلة أنك تقوم فيها قبل الحجامة الابتعاد عن الوجبات الدسمة قبلها على الأقل على الأقل بساعتين ثلاث. بتشرب اشرب اللي رايحك مثلا، حاول تأخذ لك دوش دافي عشان تفتح المسام على أساس لما تيجي، لأن في بعض الناس لما يجون وتوتر وخايف حتى مع التشريط مو بس الإبر ما يطلع دم، توتر يساهم بالجانب. أي فلما تأخذ دوش يفتح المسام جسمك دافيتي هذا يسهل عنك. تكلم معك أكثر شخص علي حول هالجانب والاشتراطات أيضا، هل لازم الإنسان يكون صايم قبل حجامة كذلك أكثر إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله. إذا أحبتنا فاصل وراجع لكم خلكم معنا. يا هلا فيكم أيها الأحبة، رجعنا معكم من جديد ومع ضيفي الفاضل الأستاذ علي دشتي الباحث والمعالج بالطب التكميلي وحوارنا معه حول الحجامة. حياك الله أستاذ علي من جديد. الله يحفظك. أستاذ علي قبل الفاصل تكلمنا معك عن الشروط الواجب اتباعها للشخص اللي بيسوي حجامة قبل الحجامة، ذكرت عدة شروط، وأيضا هناك البعض أستاذ علي أيضا يعتقد أنه لازم يصوم عدة ساعات قبل لا يسوي الحجامة، فما رأيك بهذا العمل؟ تمام. المسألة ما لها شغل بالصيام بقدر ما أن المفروض أن أنت تبتعد عن امتلاء الجهاز الهضمي. ممتاز. تمام. ليش؟ لأن البعض يصير عنده ارتفاع ضغط الدم بسبب التوتر، في بعضهم يصير عندهم انخفاض ضغط الدم، في بعضهم يصير عنده الغثيان والتقيؤ، هذه كلها من باب التوترات. فالأفضل والأسلم على أساس من بعد إخراج الدم أو إخراج كمية من الدم بالجسم، فالجسم يحتاج أنه يرجع يكون خلايا ثانية، كريات دم ثانية جديدة، فهذه العملية تحتاج نشاط تحتاج قوة، فأنت لما تكون ممتلئ البطن هذه راح تسبب لك خمول، فالأفضل أنك تمتنع وتصير قليل الأكل على الأقل قبلها بثلاث ساعات. المسألة مو مسألة صيام، ما علاقة بالصيام. طيب أيضا أستاذ علي مسألة البعض يعني يتحدث عن لون الدم الخارج من الحجام، هل ألوان الدم لها معنى سواء الدم اختلف أو أمر آخر؟ تمام. الآن هي مو مقياس لكن أصبح العرف المشتهر وفيها نسبة من الصحة أن ألوان الدم تعطي إشارات لحالة الجسم، ما نقول حالة المريض، حالة الجسم. تمام. بأن مثلا خلينا نقول إذا كان الدم من وردي لأحمر أحمر قاني فالأمور طيبة. صحيح. إذا دخلنا في البرتقالي الغامج والبنيات إلى القرمزي لا في مشكلة، يصير في عنده خمول. بعض المرات تلاقي الدم لا خلينا نقول بني غامج أو إحنا نسميه الاحتراقي. بالضبط. تمام. أو نسميه الزنجاري، هذه فيه مشكلة، هذا عنده التهاب جدا حاد أو خلينا نقول خمول جدا حاد. هذا فعلا ولا هو تصور كذي المحتجم؟ لا هذا فعليا موجود عنده. لها معنى الألوان. فبعض المرات هو يشكي من أعراض معينة بس هو لأنه متعود على الحجامة فما يبي يروح الطبيب، يبي يروح حق الحجامة. فالمفروض أن صاحب الحجامة أو الحجام يكون عنده هذه الثقافة، وجهه إلى طب طبيعي أن أنت دمك الوضع الفلاني موجود فيه، تحتاج أنك تروح المستشفى تفحص تحليل دم. أفضل لك ترى الحجامة عملية وقائية علاجية مساندة إلى الطب، فهو مو طب بحد ذاته اللي أنت تستغني فيه عن غيره. يعني ممكن أحد يعرضني الحين يقول الحجامة طب بروح. أي حجامة طب بروح. بس هذا النوع من الطب هو مساند أو خلينا نقول مكمل إلى الطب الأكاديمي أو الطب الممنهج أو طب المستشفيات. فأنت ما تستغني بالحجامة عن المستشفى. أنت لما تيني مثلاً عندك كدورة جداً عالية في الدم، خلينا نقول دمك أقرب إلى البني المحترق. طيب. زين. كم مرة بتسوي حجامة عشان يتعدل دمك؟ لو سويت 10 مرات
في اليوم ما راح يتعدل دمك. عندك مشكلة في الدم، عندك مشكلة في كيمياء الجسم، يعني استاذ علي فلازم تروح المستشفى. الحجامة بهالجانب تعطيك تشخيص، هي مؤشر صح طبيعي مع ما انها مشخصة وذات قدر جدا عالي من المساهمة في الوقاية والعلاج ايضا، الا انها ارجع واقول لا تغنيك عن المكملة ولا تغني عن المختصين. طيب اذا دامها خلينا نقول تشخيص ولها، شنو فائدتها اذا بهالجانب؟ يعني هم لها نسبة بالعلاج استاذ علي؟ طبيعي طبيعي، يعني مثلا اذا احد يسالني يقول لي ايش كثر نسبة العلاج المحقق الفعلي بالحجامة؟ بالضبط اقول لك 100%. بس هذا ما يمنع ان هذه حلقه مكمله الى حلقه الطب الاكاديمي او بالمستشفى. طيب دام هو بحاجه انه يرجع الى المستشفى، شو الفائده من الحجامه سواها دام انه مش كافي له، دام دمه بهاللون هذا؟ تمام، مثل ما الدكتور في المستشفى يقول حق مرضى انتوا تحتاجون حجامه. فهل هذا تنازل من الطبيب انه يقول له روح حق حجامي؟ هذا مو تنازل، بالعكس هذا رقي من الدكتور انه يقول له روح احتجم. بالضبط، انت لازم تصير مو متشنج ولا انت متعصب حق الفن اللي انت تمتهنه او تمارسه. الشيء اللي يستدعي انك تروح للطبيب لازم تقول له لازم تروح الطبيب. يجيني واحد يشتكي مثلا من بطنه والامه كل اثاره واعراضه الزائده الدوديه، الحجامه ايش تنفعه؟ فلازم توصي. فانت لما توصي مريضك انك روح المكان الفلاني وتوجهه، فهذه سمو منك، يعني اخلاق مهنيه منك. نعم. طيب استاذ علي خلينا نقول بعد الحجامه شنو الأمور اللي لازم يلتزم فيها الشخص المحتجم؟ حلو، من عقب ما تحتجم المفروض ما تقوم تهدنا وتمشي على الأقل 10 دقائق إلى ربع ساعة، تقعد نطمن عليك شلونك مالونك، دايخ تحس بدوخة تحس بهبوط، إحنا نقوم نشوف ضغطة، يعني ضروري قبل لا نحجمه نقيس ضغطة، من بعد الحجامة بعشر دقائق ربع ساعة نقيس له ضغطة ثاني مرة، نطمن عليه أمورك طيبة طيبة. بعض المرات نشوف اللي تعبان شوي قعدنا عندنا حتى نص ساعة، ممكن نعطيه عصير طبيعي، ممكن نعطيه شيء من العسل الطبيعي. ممتاز. وايضا نوصي اذا طلعت ابتعد عن مشتقات الالبان من باب الاحتياط. ممتاز. تمام، ابتعد عن اكل الدسومات والبروتين العالي خلال اليوم، اتحمل لبكره وكل اللي تبي. ممتاز. فعده اشياء لا تسبح، لان اذا كنت انا مشرطك فالسباحه ممكن تؤذي التشريط، ممكن تسوي لك التهاب تجمع سوائل. نعم. اي فاصبر لباكر، اذا انت محتجن بالابر فامورك طيبه، ما تحتاج انك تنطر لباكر عشان تسبح. طيب هل هناك اعراض خلينا نقول تحوش الشخص المحتجن بعد الحجامه؟ هل بعض ينام كثره مثلا، البعض يشرب امور معينه، في اعراض قد تكون عند البعض استاذ علي؟ تمام، ممكن تصدف انه يصير انه من بعد الحجامه فلان ياخذ له ساعات نوم طويله. صحيح. ساعات النوم الطويله هذه انت ما تربطها بان هذا عرض غير صحي. البعض يربطها. لا، لأن ممكن يكون هذا العرض لصحة الجسم، ما كان ينام، كان صداعات، يعني كان عنده إيجابي لكن تحسنت، فهذا تعويض. بعض المرات لا، الإنسان ينام بساعتين ثلاث أربع بالأيام، وفي أوقات غير وقت النوم، يعني هو نايم زين، خلينا نقول نايم من 10 للـ6. طيب. وتقعد لثاني يوم مثلا الساعة 10 ومن 10 للـ1 هم بينام. وكل ما تقول ايش عندك نايم يقول لك احس ابي انام. ممتاز. فهذا محتاج يراجع دكتور يسوي تحليل دم او يرجع حق الحجام، اذا كان الحجام فنان يعرف ان هذا محتاج يحتجم ثاني مره. يعني الحجامه ايضا تساعد خلينا نقول في تعديل خلينا نقول اضطرابات النوم، او تساعدك عن الجانب هذا، اضطرابات النوم، القلق، التوتر، خلينا نقول حتى الأمور العقلية، لأنه ينعكس على مزاجية الدم. كذي راح ندخل في طب ثاني اللي هو طب الأخلاط. صحيح. فمزاجية الدم إذا ما توازنت راح تؤدي إلى أعراض الحجامة، وايد ترتب مزاجية. طيب الدم. متى أنسب وقت للحجامة أستاذ علي؟ أنسب الأوقات للحجامة عندك 17 19 21، هذه الأيام المستحبة اللي أوصى فيها النبي الأكرم. تمام، فوايد مهمة. من الأيام المهمة والوقائية واللي نوصي فيها الناس، إذا أنت مثلا محتجم قبل شهرين مستحب احتجم وقائي الشهر اللي بعده. يعني أنا دائما أوصي الناس أن كل 90 يوم من يدش عليك الشهر الرابع احتجم. طوف 3 شهور عربية، الشهر الرابع احتجم. ففي بعض الناس تعتقد بأن الحجامة هي مرة واحدة بالسنة. امر صحيح. إيه. بالضبط. فاقول احتجم في الايام البيض، ليش؟ لان الايام البيض تهيج حركه السوائل في الكوكب، مو بس بالجسم، في الكوكب تلاقي المدول جسر غير كل ما هو في باطن
البحار يصعد التيارات المائيه ليش؟ لاقتراب القمر من سطح الارض، فتتهيج كل السوائل. ففي ناس عندهم اخلاط وايد مزينه في دمهم، فنقول لاحتجم، لان اذا هاج الدم فيك فممكن ياثر فيك، لان الحديث بما معناه ما يحضرني الحين نصا، اذا تبيغ الدم بصاحبه قتله. طيب تبيغ يعني هيجان. انسب وقت حق الحجام مو تاريخ اليوم، اتكلم على يعني الفتره الزمنيه في اليوم، يعني الفجر مثلا مثل الوقت انسب وقت. تمام، هي فيها افضليه ما فيها توجيب. ممتاز. تمام، الى تعامد الشمس الوضع وايد ممتاز. تعامد الشمس، من شروق الشمس الى تعامد الشمس الوقت وايد ممتاز. في احاديث تنبه من ان في اوقات الغروب المفروض ما تحتجم الا اذا كانت لحاجه. ممتاز. نعم. طيب خلينا نقول، هل الواحد يقدر يعني كم مره يقدر يحتجم بالسنه استاذ علي؟ تقدر تقول في تجارب من هالجانب. الاحتجام للشخص على حسب قدره تحمل الجسد وحاله الشخص. في ناس تحتجم كل شهر وامورها طيبه، في ناس تحتجم كل 3 شهور وهذا الافضل. افضل. في ناس تحتجم بالسنه مره وامورها طيبه، الامور طيبه. فالحجامه مربوطه بحالتك الصحيه، حاله جسمك، هل انت صاحب احتياج للحجامه ولا لا؟ في ناس لا تعودت تبي هالتقويه، تبي هالتحفيز نفس الرياضيين. بالضبط. احنا دائما نقول الرياضي لانه عنده عمليه احتراق قويه. صحيح. بذل طاقه قويه، فهذا يحتاج لحجامه. نعم. كل ما بين فتره وفتره متقاربه. اما انت اللي ما عندك مجهود المفروض تصير كل 3 شهور وايد زين. وايد زين. وايد زين. طيب متى يبدا مفعول الحجام على الشخص نفسه، وايضا متى يحس بالتغيير الفعلي استاذ علي؟ على حسب صحه الجسم. في ناس بوقتها تحس انه اخذت اثر، في ناس باكر والله تشوف نفسها متغيره، في ناس من نومته يحس غير. فعلى حسب صحه الجسم ومدى تقبله ومدى عمليه الاستشفاء الذاتي اللي قاعده تتفاعل معها. هل هي كانت خامله ولا هي كانت حاضره نشيطه؟ على حسب الجسم. لكن ذكر قبل شوي الانسان ممكن بحاجه الى يعني يعيد الحجامه مره ثانيه، ما يبدا مفعولها معه. ممكن. ممتاز. ممكن ايضا يبين الاثر اذا هو كان محتاج ثاني مره. طيب هل هناك موانع للحجامة؟ في شخص ما يقدر يسوي حجامة بالمرة؟ اي طبيعي. مثلا اصحاب بطاريات القلب او خلينا نقول اجهزة تنظيم نبضات القلب. المفروض انه وايد يتنبه، وهذا ما يصير الحجامة الا تحت ايد دكتور الخاص دكتور القلب. اللي عندهم فشل كلوي، فشل في الكبد، اللي عندهم مرض نقص المناعة، هاي ما يسوي نهائيا، المفروض يبتعد عنها. هذه ما تصير الا تحت ايد دكتور مختص عنده. ما تي عندك. تمام. وكثير الحالات منها الحامل الا للضروره وتحت اشراف دكتور نساء ولاده. مثلا الاطفال الى عمر معين قبل سن البلوغ هو مو بحاجه الحجامه. ممتاز. هو في طور تجديد وحيويه الدم وتكامل، عمليه تكامل الخلايا عنده، فانت ما تحتاج هذا تحجمه. ليش تحجمه الا اذا طرع عليه مرض معين يستدعي الحجامه؟ ممكن. الآن أستاذ علي اللي خلينا نقول البعض اللي يتكلم الحجامة مثلا يعني من جانب علمي، هل هناك أدلة تدعم فعالية الحجامة في العلاج؟ أدلة؟ إذا تقصد الأدلة الأكاديمية والأبحاث والدراسات فهي مستفيضة، موجودة في كل مكان اليوم، تدرس في حتى الجامعات اللي لها في المجال الطبي. نعم. الميكروبيولوجي، الفيزيوثيرابي، غيره مقرر موجودة. وأفضل وأقوى الأدلة المريض نفسه. ممتاز. أنت لما تحجمه وهو يتخلص من العرض اللي كان محتار فيه بالمستشفيات مثلا، فهذا اكبر دليل. انت شفت اشخاص استاذ علي فعلا يعني تغيرت حياتهم الافضل بعد الحجامات. احنا في اليوم عندنا حجامات حق انواع واشكال من الاعراض والحالات، سواء كانت بدنيه او عقليه او نفسيه، وقاعد نشوف الاثار لله الحمد. الحمد لله. ولو ما ان ما في اثار ما راح تلاقي الحجامين قاعدين يزيدون. المؤسسات قاعده تتبنى حجامين وتعطيهم، كل مؤسسه تعطيها. شايف اللي انا بعطيك اقوى شيء بطلعك افضل حجامين. والمؤسسه الثانيه نفس الشيء. طيب استاذ علي خلينا نقول اذا ما عندك، ذكرت قبل شويه عوائق تمنع بعض الاشخاص ان يسوون حجامه، لكن السؤال الثاني هل هي امنه اذا لكل الاشخاص اللي ما عندهم هذه العوائق؟ الاشخاص الثانيين الحجامه امنه لكل الاشخاص؟ جدا امنه، جدا مفيده، وجدا عاليه في مستويات خلينا نقول الوقايه. ممتاز. انت ما في شيء، ما تبي تحتجم لانك مريض او تعاني من شيء. واضح. بس انا بيها كوقايه جدا مفيده، بشرط انك تكون مسلم نفسك لحجام انت تثق فيه. واضح. حتى لو ما تعرفه
من عقب بحثك لازم تثق فيه. ممتاز. إذن الأستاذ علي دشتي الباحث والمعالج بالطب التكميلي نقول لك كل شكر لك، فعلا يعني أثريتنا في هذا اللقاء. يا عزيزي قواك الله، الله يحفظك. أيضا شكر موصول لكم أيها الأحبة، انتظرونا في حلقة مقبلة. نقول لكم في أمان الله ومع السلامة.